أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم في عنا ضيفة مميزة، هي الأخت شاي من الجزائر. في الواقع نحن سوينا حلقة بالأسبوع الماضي معها، لكن الحلقة كانت في مشاكل فيها بالنسبة للاتصال، فاضطرينا نلغي الحلقة، وأسفين على مرة ثانية، أعتذر لمحي الحلقة. خلونا نرحب بالأخت شاي. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك يا أخت شاي. مرحبا جان، سلام وتحياتي لكل المستمعين اللي عم بيشوفوا الحلقة هذه. تسلمي تسلمي. قبل ما نبدأ بالحلقة، في عندي تعليق جاني على فيديو، فبس بدي أقراه. التعليق من قناة الإلحاد دين العقل، بيقول التعليق: وصلنا إلى الحلقة رقم 31، صراحة رقم كبير. من كان يتخيل قبل 5 سنوات أن يظهر ملحد على اليوتيوب أو التلفزيون بهيئته ويتحدث بحرية دون أن يخاف من الاغتيال أو نبذ الآخرين له بعد إعلان إلحاده أمام الجميع؟ يتابع التعليق يقول: الملحدين العرب كثر، ولكنهم يخافون من إعلان إلحادهم أمام الآخرين، وبرنامجك يشجع هؤلاء على إعلان إلحادهم من دون أن يخافوا، لأنهم يعلمون أنهم ليسوا الوحيدين. استمر يا عزيزي، وأنا سأقوم بدعم قناتك، وهناك قنوات أخرى سأطلب منها دعمك، ولكن لا تبخل علينا بمزيد من الحلقات مع أشخاص من كافة الدول العربية. تحياتي. طبعا أنا بقول لقناة الإلحاد دين العقل شكرا على الثقة، وأكيد يعني أنا مصمم أنه كل يوم أعمل حلقة، يوميا أعمل حلقة، مصمم على هالشيء هذا، وشكرا لك. وأنا بتمنى يعني بصراحة يعني بدنا صوتنا يطلع، بدنا صوتنا يطلع للناس كلها يسمعوا صوتنا، ويا ريت يا ريت كل الصفحات الإلحادية تاخذ نفس الخطوة يعني. وبتمنى إذا ما عندهم مانع يعني. على كل، شكرا كثير، وشكرا كثير لقناة الإلحاد دين العقل. أختي شاي، بدنا نبدأ من جديد. المرة الماضية يعني عرفتي على حالك وراحت الحلقة، بس بدنا تعريف من هي شاي. تفضلي. أول شيء بضم صوتي لصوتهم. قناة التعليق اللي وصلها كتير إيجابي. ثانياً تعريف بسيط عني: شاي أو الشيلي، من أصل جزائري، مصرية لادينية، مقيمة بسان فرانسيسكو، منطقة كاليفورنيا، الولايات المتحدة، من حوالي 4 سنين. خريجة حقوق. هذا باختصار عني. اوكي. اختي شاي، خلينا نبدا بمساله الحادك والوسط الاجتماعي اللي خرجتي منه، يعني باختصار نحن حكينا فيها المره الماضيه كمان يعني، بس يعني ما بدنا نطول لانه موضوع حلقتنا شوي دسم وطويل اظن، فاذا باختصار قصه الحادك خلينا نقول تحكي. يا تفضلي. الحادي باختصار: كنت نايمة وصحيت، كنت ما بشوف وصرت بشوف، مثل كل الملحدين اللي أو اللادينيين اللي طلعوا من توجهات دينية للإلحاد أو اكتشفوا حقائق معينة. إحنا خلقنا بجو أو في أسر تبنى دين معين، فمشينا على هالدين لأنه هيك النظام. ما كنا بنعرف إنه في أديان أخرى، ما كنا بنعرف إنه في حقائق أخرى. بعدين طبعا مع الوقت لما الواحد بلش يعني يكتشف العلم، تناقضات ما بين الدين والعلم، تناقضات ما بين العقل والدين، صار في شك، والشك تحول ليقين لما صار في احتكاك مع الكتب والانترنت، شفت تجارب بنفسي، فتخليت عن الدين الاسلامي لاني من اسره مسلمه. وبعدين بحث في الديانات الأخرى اللي هي المسيحية واليهودية، وحتى الديانات الغير سماوية أو التي تصنف على أنها غير سماوية، ولقيت أنه كلها شبه بعض وكلها داخلة بعض وكلها
يعني خلقت لأسباب سياسية غالبا، حتى تقيد الناس أو تخوفهم، فتخليت عنها ومرتاحة، حاسة هيك حرية، حرية داخلية حتى ما بيها مغالطة. برافو، يعني انا احييكي انه ما اخترت الشيء. يعني في ناس كتير تطلع من دين لدين وما بتكون واعية انه يا جماعة نفس النتيجة، يعني طلعتوا من وهم الى وهم اخر. اختي خلينا ندخل بموضوعنا، بس على الاول الصوت شوي هيك تعليه، لانه الصوت اظن لللابتوب شوي بعد اذنك. تمام. اختي الشاي، حدثيني عن مفهوم المثليه لو سمحتي. تفضلي. اوكي، المثليه كمفهوم او كمصطلح علمي هي انجذاب ميل عاطفي وجنسي لنفس الجندر تبعك، يعني انت اذا رجال بيكون ميلك لرجل، اذا انت امراه بيكون ميلك لامراه. هذا باختصار. طبعا المفاهيم الدينيه النسلية تعتبر خطيئة، المفاهيم القانونية النسلية تعتبر جريمة، المفاهيم الإنسانية أو العلمية والنفسية النسلية هي مجرد طبيعة إنسانية أو ميل طبيعي. بس باختصار. طيب، يعني شو نظرة المجتمع للمثليين؟ المجتمع يعني نقول مجتمعنا، المجتمع الشرقي، المجتمع المسلم عموما. المجتمع المسلم والمجتمع العربي بشكل عام يرفض الاختلاف مهما كان، لأنه عنده نظرات نمطية معينة للأشخاص المختلفين. بشكل خاص المسلمين بيتعرضوا لعدم قبول، يعني رفض كامل من المجتمع العربي والإسلامي، ما في أي ترحيب به، لا على مستوى الأسرة ولا على مستوى الشارع ولا في وسائل الإعلام ولا حتى على مستوى الثقافة، لأنه المثلية هي أمر واقع في التاريخ العربي والإسلامي، لأنه كان في مثلا خلفاء مثل الأمين ابن هارون الرشيد كان مثلي وكان عنده غلام بيحبه وكان بيفضل المال على البنات، حتى أمه كانت بتدخل له بنات بتلبسهم مثل الغلمان، عشان هيك إجا مصطلح الغلاميات. وكمان الخليفة الواثق، خليفة المعتزلي الواثق كان كمان مثلي، يعني رغم انه هي امر واقع، يعني المثليين بيقول لك حسب الاحصائيات انه في مثلي واحد او مثليين في كل اسرة، يعني ممكن ترفض الحقيقة هذه، بس هي احصائيات علمية، حتى ولو هم ما طلعوا ما حكوا انه احنا مثليين بس موجود. المجتمع يرفض تماما، بيتعامل معهم بنوع من التمييز والكراهية والرفض والظلم، أوقات وأوقات بيتحول هذا الرفض لعنف، وعلى مستوى القانون بيتحول إلى سجن واضطهاد. وفي دول طبعا مثل ما بتعرف السعودية وإيران والسودان، المسلمين فيها بيتعرضوا للإعدام. ما شاء الله، يعني المجتمع رافض المسلمين شكلا ومضمونا وحتى نقاشا، مش قابل حتى فكرة إنه الواحد يفتح معه نقاش في الموضوع لحتى يوصل له الفكرة الصح. طيب، يعني برأيك شو السبب اللي بيخلي المجتمع يرفض مفهوم المثلية؟ يعني بصراحة أنا سمعت من ناس مثقفين حتى، يعني بيقول لك وعلمانيين، مثقفين وعلمانيين بيقول لك أوكي بالنسبة لي الشيء مقزز، مع إنه يعني هو أنا متأكد إنه أخذ هالكلمة الشيء مقزز أخذها من مجتمعه. يعني هو يعتبر نفسه علماني ومثقف ومن اعلى درجات الثقافه طبعا، ولكن يعتبره شيء مقزز، وانا متاكد ياخذها من المجتمع، من محيطه الاجتماعي. يعني برايك شو الاسباب اللي تخلي المجتمع يرفض المسلمين؟ تفضلي. في اسباب كثير. خلينا نقول انه الثقافه بحد ذاتها تفرق. ثانيا، مفهوم المجتمع عن الرجوله والانوثه والجنس بشكل عام. السبب الثالث هو الدين. بس قبل ما افوت بالتفاصيل بدي احكي عن شغلي. خلال الحرب العالمية الثانية،
خلال الحرب العالمية الثانية لما إجوا الأمريكان حرروا المعتقلات النازية، حرروا اليهود من المعتقلات النازية من الهولوكوست، طلعوا كل اليهود اللي كانوا جوا المعتقلات ما عدا المثليين. المثليين حتى في ألمانيا خلال فترة الحرب العالمية الثانية كانوا بياخذون بيحطون بالمعتقلات مع اليهود وكانوا بيتعرضوا لنفس المعاملة. فأنت تخيل إنه خلاص الحرب العالمية الثانية انتهت، كل اليهود اللي بسرفايف يعني طلعوهم ما عدا المثليين، أجبروا إنه يكفوا مدة السجن تبعهم داخل المعتقلات. هيدا بس من أقل من 100 سنة، من تقريبا 80 سنة في ألمانيا، في أوروبا اللي هي تعتبر اليوم واحدة من أكثر الدول اللي بتعطي حقوق للمثليين وللأقليات إلى غير ذلك. فهذا بيرجع لثقافة المجتمع بحد ذاته، الثقافة إنك اللي هي تراكم خبرات تاريخية وخبرات اجتماعية على مدى عصور إلى غير ذلك. أنت ثقافتك قاعدة عم تعطيك وجهة نظر إنه إحنا كمجتمع لازم كلنا نكون على مستوى واحد، لازم ما نكون فينا حدا مختلف. إذا في أي حدا مختلف معناتها هو غلط وإحنا الصح، وبناء عليه لازم نرفضه، وهالرفض لحتى نخوفه، والخوف يخليه يتحول للطبيعة اللي هي إنه يكون مغاير. هلا المفهوم المجتمع عن الرجولة والأنوثة والجنس، المجتمع العربي، المجتمع العربي بشكل عام موضوع الجنس عنده يعني أنت بتعرفه من خلال وسائل سرية لوحدك، بقى تكتشف تعيش مع نفسك، مفاهيم غلط مفاهيم صح مش مهم، بس ما بتلاقي أب أو أم عندهم خلفية معينة عن الجنس وقاعدين عم بيشرحوا لأولادهم إنه أنت جنسك هيك، أنت ما تسمح لحدا يلمسك بهالطريقة، هيدا أعضاء، هيدا جسمك له حرمة، ما تخلي حدا يتحرش فيك، إذا حدا لمسك تعال قلي. لا، كله تعتيم وتغميم، لدرجة إنه أوقات بيصير في تحرشات واعتداءات جنسية داخل الأسر، والأطفال للأسف ما بيحكوا عنهم. يعني المفهوم المتدني او المعدوم عن الجنس بحد ذاته، وبعدين رؤيتهم انه الجنس دائما شيء لازم يتم بين رجل وامراه، يعني الطريقه الفورمال التقليديه كلاسيكيه، ما في شيء غير هيك. نيجي لمفهوم الرجوله، لما تحكي لهم عن المثليه بالنسبه لهم هيدا بيهز الشنبات بقى، وبيهز صورة عنتر، وبيهز صورة القبضاي اللي بينزل بالشارع، وبيهز صورة الرجولة مثل ما هني شايفينها. يعني إذا أنت مثلي معناتها أنت مش رجال، معناتها أنت مش قادر تأدي دورك كرجل، معناتها أنت مش قادر تفرض نفسك شخصيتك كرجال، وتعتبر عار، عار على أسرتك، عار على مجتمعك، عار على الرجولة نفسها. عشان هيك بتلاقي أول ناس بيروحوا يعتدوا على المثلي لما بيشوفوه في الشارع هم رجال، ما بتلاقي وحدة ست مثلا راحت ضربت واحد مثلي، لا، اللي بيعتدوا على المثليين هم رجال. اللي بيخليهم يعملوا هالشي العامل النفسي إنه انعكاس صورة الرجولة على هذا الشخص اللي بيشوفوه لابس بطريقة معينة أو حاطط ميك اب أو بيمشي بطريقة معينة، يعني هني مش قابلين الشكل. وهون الأحكام المسبقة عن الآخر ورفض الآخر بشكل عام بسبب المفهوم الغلط عن الرجولة. السبب الثالث والسبب الأهم بعتقد إنه هو كمان جزء من الثقافة، الصورة النمطية عن المثليين في الدين. الدين عرض لك المثلية إنه هي دائما مرتبطة بقصة قوم لوط، قصة مدينة سدوم وعمورة اللي الله بالمفهوم الإسلامي خسف بهم الأرض لأنهم كانوا مثليين، لأنهم كانوا على غير الطبيعة، لأنهم كانوا بيأتون الرجال لم يكونوا يأتوا النساء. فبالنسبة لإلهم دغري وقت تحكي مثلي شو بيجي على باله؟ قوم لوط. يعني أنا ما عم بسمع الصوت جان. مشان هيك عم بقول عملنا الحلقة باسم قوم لوط يعني. طيب خلينا ندخل بالأديان والمثلية، برأيك شو وجهة نظر الأديان بالمثلية؟
تفضلي. الأديان السماوية اللي هي أخذة كلها من بعضها، خلينا نبلش بالعهد القديم اللي هو اليهودي، نفس القصة، قوم لوط مثل ما أنت بتشوفها في المسيحية والإسلام مع بعض التغييرات، هي كمان موجودة بالعهد القديم وبتحكي نفس الشيء عن سدوم وعمورة، وأنه كيف الإله خصف بهم الأرض، وأنه هني كانوا ناس سيئين على مستوى الأخلاق وكانوا بيعتدوا على غيرهم إلى غير ذلك يعني. بس لما تيجي تشوف المفسرين شو قالوا في قصة قوم لوط اللي جرمت المثلية، بتعتبرها واحدة من أكبر الكبائر، وفي الإسلام يهتز عرش الرحمن، ولما تيجي تشوف كمان العقوبات، عقوبات المثليين في الأديان، المثلي مثله مثل اللي اغتصب وأكل. وطبعا النموذج العظيم داعش قاعد عم بتطبق بالضبط شو الإسلام طلب كعقوبة للمثليين، بتاخذهم على أعلى بناية وصارت أعتقد في سوريا وبالعراق، وبيرموا المثليين من فوق هالبناية، يعني رميهم من شاهق، رجمهم حتى الموت، وحرقهم. ذكر قصة طيار الأردني معاذ، طبعا طبعا للأسف اللي أحرق من قبل داعش، مش طبعا لأنه مثلي، بس عم بحكي عن العقوبة بحد ذاتها بشكل مجرد، الحرق اللي اجوا بعدين ناس بيحكوا عن الدين وقالوا لا الإسلام ما في التحريق إلى غير ذلك، لا التحريق مذكور في الديانة الإسلامية في الأحاديث وفي التفاسير وفي التشريعات، وهو يعتبر واحدة من العقوبات اللي الإسلام حاطة للمثليين، يعني مش بس رفض ولعن وتمييز وظلم وأحكام مسبقة، لا كمان أنت إذا مسكت واحد مثلي أو واحد خصوصا الرجال، لأنه عقوبة البنات المثليات في الدين الإسلامي مثلا هي الحبس الانفرادي العزل، ما بدهم إياها تكون محتكة مع نساء تانيات، لأنه راح تصورهم أنه هي تروح تعتدي عليهم أو تحولهم للمثلية أو تجبرهم على ممارسة الجنس إلى غير ذلك. لكن الرجال هي عقوبات قصوى تصل إلى حد الحرق والرجم والرمي من أماكن عالية. هالتفسير أو الصورة النمطية السيئة جدا عن المثليين اللي كانت في الديانات السماوية الثلاث، العهد القديم والمسيحية والإسلام، كرست يعني الكراهية في الكثير في أذهان الكثير من المتدينين الحاليين من كل الديانات اللي هم بيمارسوا كراهيتهم لفظا وتعبيرا وأوقات يعني جسدا عن طريق جسديا عن طريق العنف ضد المسلمين. للأسف للأسف أختي، يعني برأيك شو السبب؟ يعني هلا مثلا كل الديانات، وين بتلاقي اليهوديه القرقاشيه الاسلاميه الدنماركيه وات ايفر، يعني شيء اسمه دين او فكر غيبي يحتقر المثليين ويعاملهم ك يعني ك ك كبشر غير كاملين اصلا يعني. فبرايك شو السبب اللي بخلي الله هذا تبع العرش العظيم حيث تتعاقلوا مع المسلم مع انه هو خلقهم، هو خلق مثليتهم يعني للاسف؟ تفضل. طيب هلا هالخالق العظيم حسب تصور الدين اللي خلق يعني كل المخلوقات على الكون، مش الكائن احاد الخليه اللي اثبتوا العلم، لا الله، وخلقهم ورفضهم. للاشاره بس، المثليه ليست هويه محصوره في الانسان، المثلية موجودة في عالم الحيوان، حتى في عالم الحشرات، في عالم الطيور، الحيتان إلى غير ذلك. لما يجي يعني الستيريوتايبس المعروفين عن المثليين بيقول لك هيدا مثلي لأنه تعرض لاعتداء جنسي وقت كان طفل، أو هيدي مثلية لأنه أمها ما كانت بتعاملها منيح، أو هيدا مثلي لأنه أبوه كان بيضربه. هل الحيوانات تعرضت لاعتداء جنسي وقت كانت مرحلة الطفولة مثلا؟ يعني
هلا في نظريات علمية كتير بتحكي عن المثلية إنه هي موجودة في الإنسان وفي الحيوان نتيجة تكوين جيني وتكوين نفسي معين، تمام؟ ولسه في دراسات إلى غير ذلك، غير إنه منظمة الصحة العالمية شالتها من قائمة الأمراض والديز أوردر الاختلالات النفسية إلى غير ذلك. فالدين اللي هو صالح لكل زمان ومكان ولكل البشر، لسه الناس اللي بيشتغلوا فيه ثابتين على فكرة إنه الإنسان المختلف هو إنسان مختل، هو إنسان خطير، هو إنسان مجرم. لما تحكي لهم الدين بيجيك من هالنقطة هيدي. إذا أنت دققت في قصة قوم لوط، قوم لوط هدول شو كانوا بيعملوا؟ كانوا بيسرقوا، كانوا بيغتصبوا، كانوا بيعتدوا. مش بس كانوا مثليين، يعني شوف ربط لك المثلية بكذا جريمة، جريمة جنسية، جريمة عنف، إلى خيانة الأمانة، إلى غير ذلك. أختي بس دقيقة، يعني أنا هون في مسألة قوم لوط، يعني أنا في مسألة ما عم بفهم. يعني قوم لوط اليوم مدينة، خلينا نقول، يعني هل من المعقول مدينة كاملة كل بشرها مسلمين؟ يعني كيف بدها تدخل بالمخ، تدخل بالعقل؟ إذا كلهم مسلمين كيف كانوا يتكاثرون؟ يعني تفضلي. صحيح، هذه نقطة تانية. هلا شوف، احنا ما بدنا نصدق كل شيء قصص اجت في الكتب الدينية، بس احنا عم نحكي من وجهة نظر المتدينين اللي بيعتبروا انه هذا كلام مقدس وما في اي شيء غلط، وبيعتبروا انه القيم الاخلاقية بما فيها الصح والغلط والخير والشر منبعها الوحيد هي الكتب المقدسة، اللي بيعتبروها كلام الخالق او كلام الانبياء اللي وصلهم من الله او يسوع الى غير ذلك. كل مثل ما انت قلت، كيف كانوا بيتكاثروا، كيف كانوا موجودين على الكوكب، هل كانوا متزوجين من نساء تانيين، شو وضع النساء وقتها، كيف كلهم ما كان فيهم ولا حدا منيح، كلهم كانوا بيغتصبوا بيعتدوا، كانوا مسيين وما كانوا بيسمعوا الكلام الى غير ذلك. المهم انه هذه القصة المضحكة، يعني لسه الحديث هلا هي الاساس اللي بتقوم عليه الكراهية ضد المسيين للاسف. يعني بالفعل للأسف يعني بأشياء خرافية، يعني يعتمدوا على أشياء خرافية أصلا لم تحصل، أوهام، ونعامل بعضنا في هالوقت هذا على هالأساس هذا. طيب أختي، برأيك شو أسباب الخوف، خلينا نقول هوموفوبيا، من المثليين؟ تفضلي إذا سمحتي. الهوموفوبيا أو الخوف من المسلمين هو مصطلح حديث دارج الآن في المجتمعات أو الفئات اللي بتعبر في الحقيقة عن كراهية مباشرة أو لا هذه الفئة. الأسباب تبعها، غير أنه ممكن يكون أغلبها أسباب دينية، بس هي كمان مثل ما قلت الستيريوتايبس او يعني كيف هم معتبرين انه الشخص المثلي هو شخص منحل اخلاقيا، شخص ما عنده اخلاق، شخص عنده الايدز نظرا لانه علاقاته الجنسيه مفتوحه، شخص شو بيقولوا بيقدر يعمل جنس، يعني اذا هو رجال اذا شاف اي رجال ثاني في الشارع يلا بينا. ناس فشلة، ناس منحطين، ناس ما عندهم أي تصور جيد للحياة، ما عندهم وظيفة، ما عندهم أسرة، يعني عرفت هالنظرة هيدي. في الحقيقة أنه ما بدي أذكر أنه الأجهزة التواصل اللي إحنا بنستعملها هلأ مثل أبل، هي مصدرها شركة أبل اللي الرئيس التنفيذي تبعها نفسه مثلي، ويعتبر واحد من أنجح وأشهر المثليين في العالم، وبيقدم يعني مش بس
دعم للمثليين، بيقدم دعم لجمعيات خيريه لاطفال لحتى للاجئين السوريين واللاجئين العراقيين في كل دول العالم. ما بدي اعدد المشاهير المثليين لانه ما في فايده انه تعرض نماذج، هن نفسهم عارفين انه هدول مثليين، ناس منيح مثل ريكي مارتن، جودي فوستر، مشاهير بنشوفهم على شاشه السينما، مشاهير ما في قنوات عربيه بتسترجي تطلب منهم يشرفوا لحتى يعملوا معهم مقابله، لانه اغلب هدول الناس اللي بيحترموا حالهم بيرفضوا حتى مجرد زياره دوله بتدخل اقليات المثليه على السجون او بتحطهم في مواقف يتعرضوا فيها للاعدام والاعتداء دون ان تتحرك السلطات الرسميه ساكنا. فبشكل عام انه النظره هيدي الدونيه للمثلي على انه انسان فاشل ومجرم ومنحل هي سبب وجود الهوموفوبيا بشكل عام في المجتمعات الغربيه وفي المجتمعات العربيه مع. طيب اختي، يعني حدثينا عن الخروج من الخزانه مثل حسب تعبيرك، يعني حسب ما ردتي تعبري فيه، انه المثلي اليوم اذا اراد انه يوضح يفصح عن ذاته، يا اخي انا بدي اعيش حياتي، هي عندي هالحياه الوحده بدي اعيشها مثل ما بدي انا، فتقبل الناس يعني بدي يطلع من الخزانه يقول انا هون. فاذا بتحكي لنا عن العواقب، المخاوف، خلينا نقول التفكير اللي بيدور بمخ الانسان المثلي لما يريد انه يظهر للمجتمع تبعه، تفضل. نعم، الخروج من الخزانة or being out of the closet هي واحدة من أجرأ الخطوات اللي ممكن المثلي أو المثلي يعملوها في حياتهم. إنك خروج من الخزانة يعني إنك تعبر عن هويتك للناس المقربين لإلك اللي هم أصدقائك، أهلك بالدرجة الأولى، محيط عملك، المجتمع بشكل عام. فهي خطوة صعبة جدا للأهل وسواء في المجتمع الغربي أو في المجتمع العربي. هلأ بالنسبة للخروج من الخزانة في المجتمع الغربي بيكونوا أوقات الأهل عارفين، يعني هم اللي بيدقوا عليه، Are you out yet؟ لسه مطول؟ طيب خذ راحتك. في المجتمع العربي حتى ولو هن شاكين انه بنتهم او ابنهم مثليين، لا، هو مخبي حاله ومحرص كثير على انه يحكي عن هويته، و يعني he's pretending انه هو straight، يعني بيروح لصاحب بنات هيك يعني فشخار وهيك، وداخل الخزانه واهله شاكين، بس هن كمان بيسكروا اكثر عليها، يعني اوعى تطلع، خليك، احنا عارفين بس خليك جوا. ومن الاشياء المضحكه اللي الاهل في المجتمعات العربيه بيعملوها، انه انت عارف لما بيكون مثلا واحد ماشي مع مجموعه بيشربوا مخدرات او بيسكر او بيسهروا كثير، شو بيفكروا؟ خلينا نزوجه لحتى يعقل. فهي نفس الفكره، لما بيشكوا انه بنتهم او ابنهم مثليين اول شيء بيفكروا فيه انه خلينا نزوجه لحتى يمشي عدل. انه anyway so برجع لموضوع خروج من الخزانه، في كثير عرب بكل شجاعه قدروا انه يطلعوا وبيحكوا لاهلهم. رده فعل الاهل غالبا بتكون صدمه كبيره حتى لو هن شاكين، عرفت يعني رفض، انكار اللي هي المراحل العادية تبع الصدمة، إنكار، بعدين بتيجي بقى مرحلة إنه التقبل. بس هل هذا التقبل يعني إنه هني رح يحكوا بالموضوع مرة تانية ورح يتقبلوا؟ لا، غالباً بتكون إنه إحنا رح نعتبر إنه أنت ما قلت شيء، ورح نعتبر إنه أنت مش مثلي، بس بليز ما ترجع تحكي هالموضوع وما تفضحنا وما تعمل لنا شيء بيخلينا مخبين وجهنا من الناس. لانه في المجتمعات العربيه الثقافه كلها بتعتمد على الصوره، يعني الايمج، اذا انت شوهت صوره الاسره
فيومك مش فايت. إذا أنت ماشي على كلام أبوك وأمك وبتعمل اللي بدهم إياه والجيران مبسوطين منك وكل شيء، أنت أوكي. حتى لو قاعد بتمثل، حتى لو قاعد بتنافق، الخروج من الخزانة هو شيء كتير شجاع، شيء فيه كتير قوة وجرأة واحترام. والمثليين اللي بيعملوا بيخاطروا بحياتهم جد، لأنه في لسه جرائم الشرف حقيقة مؤسفة في الوطن العربي، وفي في ناس مثليين راحت حياتهم بسبب هالموضوع، تعرضوا للقتل. مش بالضرورة إنه إحنا سمعنا عنهم، يعني في قصص بتصير إحنا ما بنعرفها، ما بتوصلنا للأسف. بس هي خطوة كتير مهمة، تصالح مع الذات أول شيء، تقبل نفسك، غير إنه صارع لا أنا مش مثلي، أنا مغاير، أنا بس هذه مرحلة. بعدين تجي مرحلة الخروج من الخزانة مع غيرك، هذه هي. طيب أختي، إذا قلنا بس دقيقة واحدة، هل تؤثر المثلية على قيم وأخلاق الإنسان في المجتمع برأيك؟ تفضل. يعني أنت عارف مين اللي بيطرح السؤال كتير؟ يعني بيقلك الهوموفوبيك المجتمع، بيقلك يعني كيف أنت مثلي وعندك أخلاق؟ أثبت لي أنه أنت عندك أخلاق. هو نفس السؤال اللي بينطرح على المرأة اللي بتكون غير محجبة، أنه طب أنت غير محجبة كيف عندك أخلاق؟ يعني أنت كيف طالعة من غير حجاب وبدك تثبتي لي أنه أنت بنت منيحة؟ أو نمط السؤال يعني حتى أبسطها أكثر، عندك حفلة فيها 100 واحد، 99 منهم كلهم بيأكلوا آيس كريم بالفانيلا، في واحد بس بياكل ايس كريم بالشوكليت، كيف راح يطلعوا عليه انه غريب؟ انت غريب، انت مريب. فهذا السؤال بينطرح من منطلق انه انت مختلف، فبما انك مختلف انت اكيد ما بتعمل الاشياء مثل ما بنعملها احنا. والحقيقه انه المثليه هي هوية جنسية، ما بتأثر أبداً على قيم ونمط أخلاق ونمط تفكير الإنسان فيما يتعلق بالخير والشر والصح والغلط، وكيف بيتعامل مع الناس، كيف بيحترم القانون، كيف بيتعاطى في شغله، كيف بيتعاطى مع أسرته، ما بيختلف تماماً. أنا سبق وعملت فيديو على قناة اليوتيوب تبعي وشرحت فيها الموضوع. أنا قلت أنا ما بدافع عن المثليين، بقول أنه هني they are the best people. No, they are just people. يعني أنت مثلي، مثلك مثل المغاير. ممكن تكون مثلي إنسان منيح، ممكن تكون مش منيح. في مثليين بيفوتوا على السجن لأنه بيرتكبوا جرائم، مغايرين نفس الشيء. يعني مثل مثلا بتحكي سؤال، ليش كيف ما هي قيم الملحد إذا كان ما بيخاف من الله، إذا كان ما عنده ديانة؟ يعني شو الأساس اللي بيخليه ما يروح يغتصب ويسرق ويقتل وبيعذب إلى غير ذلك؟ يعني رافضين تماماً شيء اسمه ضمير، رافضين تماماً شيء اسمه طبيعة إنسانية. يعني أنت ما بتتعاطف مع الحجر، أنت بطبعك إنسان اجتماعي، تتعاطف دغري مع إنسان مثلك، في هذا التواصل الإنساني في ضمير، في إحساس. كونك أنك تروح ترتكب جريمة أو تكون إنسان سيء بيعتمد على شخصيتك، مش على هويتك أو على جندرك أو على كونك لبس أحمر أو لبس أزرق أو لبس حجاب أو مش لبس حجاب أو أنت جي أو أنت ستريت إلى غير ذلك. بالضبط. يعني للأسف أنه عنا مسألة الأخلاق مرتبطة بين الإجرين، بين الإفخاذ، للأسف يعني. وهذا شيء معيب بحقنا. يعني الجنس إذا قربناه، إذا له علاقة بالأخلاق، هو الاغتصاب لا أخلاقي. مثلا ممارسة الجنس مع الأطفال، ولا التفكير بممارسة الجنس مع الأطفال أو المقربين مثلا الأخت، هل هون بيكون له علاقة بالأخلاق مباشرة؟ ومستحيل الإنسان العاقل يكون بهالمستوى هذا يعني. وغير الشيء، الأشياء البقية ما لها علاقة بالأخلاق، هي حياة جنسية
كما أجوع، كما يعني كما أجوع بدي آكل، والجنس نفس الشيء يعني. فما له علاقة بالأخلاق إلا في مسائل معينة وكثير يعني بسيطة، والإنسان العادي أصلاً لا يفكر فيها. طيب بس في عندي سؤال ثاني هون، هل يستطيع المثلي أو المثلية تكوين أسرة؟ تفضل. نعم، قبل ما أرد على السؤال بس بدي أضيف لتعليق على موضوع القيم الأخلاقية عند الإنسان. تفضل. هل رواية ديستوفيسكي الإخوة كارامازوف طرح السؤال هيدا، يعني أحد الإخوة في الرواية هذه العظيمة طرح سؤال وقال: هل إذا كان الله ميتا أليس كل شيء مباح؟ طبعا السؤال فيه إهانة عميقة للإنسان والضمير بحد ذاته، ومثل ما أنت قلت يعني الموضوع بيعتمد على تعاملك مع الآخر. هن متصورين انه المثلي رح ينزل على الشارع يغتصب، رح يجبر حدا على ممارسة الجنس معه، انه المثليين اللي عم بيدافعوا عن حقهم عم ينشروا المثلية كما لو انها وباء، يعني كما لو انها جرثومة، وهي في الحقيقة اذا انت مثلي انت مثلي، ما يعني انه حدا يعرض عليك مفهوم عن المثلية او فيديو او فيلم ما رح يخليك تتحول لمغاير او العكس، عرفت كيف؟ أو بالنسبة للسؤال الثاني موضوع تكوين الأسرة، بدي أقول إنه هو واحد من الأحلام البعيدة لكل المثليين العرب. المثليين العرب يعني منن صيع، لحتى أقول مصطلح صح، منن الناس أهدافهم جنسية بحتة، منن ناس بدهن بس يعملوا علاقة جنسية بيناتهم. تكوين أسرة هو واحد من الأهداف يعني جدا عميقة ومحترمة في الحياة، لأنك أنت يعني بتعيش على قيم ونمط في التزام مع طرف معين، ويمكن أنت تضيف شخص لهالحياة، يعني ممكن تجيب طفل. مفهوم الأسرة التقليدي عند المجتمعات المحافظة أنه لازم يكون رجال وامرأة وأطفال، حتى ما أقول طفل لأنه تعرف العرب، لما تيجي تحكي لهم أنه المثلي أو المثلية من حقهم أنه يعملوا أسرة، بيقول لك كيف وحدة ست مع وحدة ست؟ طب أوكي يكونوا مع بعض فهمناها، بس كيف تكوين الأسرة؟ الأسرة بالمفهوم الحديث أنت ممكن تكون أسرة أنت وطفل واحد، يعني تكون أب عازب مثلاً، كانت عندك علاقة مع واحدة أنجبت طفل بس هي ما بدها الطفل نظراً لظروف معينة، أو مثلاً خلينا نقول إنه هي ماتت حادث معين، وأنت ما بدك ترتبط مع شخص آخر بس بدك تربي ابنك، أنت وابنك تعتبروا أسرة. نفس الشيء بالنسبة للمرأة، في نساء عازبات، في نساء أرامل، في نساء في المجتمع الأمريكي مثلاً بتعرف على ناس بيقول لك we have a family، بتلاقي رجل وامرأة أو عندهم كلب مربين حيوان أليف في البيت، بيعتبروا هالحيوان الأليف أحد أفراد الأسرة وبيهتموا فيه وإله احترام ومحبة واعتباره كل شيء. فمفهوم الأسرة بحد ذاته لازم الناس تستوعبه الأول، لأنك أنت تتفق مع شخص آخر على أنكم تعيشوا تحت يعني سقف واحد بقيم بالتزام معين. لما تجي مثلية، اثنين مثليات أو اثنين رجال بيحبوا بعض بيتفقوا على هالشي، وبعدين بيتفقوا أنه يجيبوا ولد يتبنوا أو بيعملوا تلقيح اصطناعي، يعني بيلاقوا امرأة حاضنة، إنه واحد فيهم بيتبرع بالحيوان الملوي وبيعملوا تلقيح اصطناعي وامرأة حاضنة تشيل البيبي وبعدين تعطيهم البيبي. طبعاً بيوقعوا على أوراق إنه أنت تعتبرين حاضنة فقط ولست أم للطفل،
القوانين هون في أمريكا وفي دول أوروبية تانية وحتى في دول آسيوية تبيح هذا الشيء. يعني هو لا يعتبر جريمة، بالعكس. وفي شخصيات عامة كتير على في هوليوود مثليين ومثليات عندهم أسر وفاتحين بيوت مثل ما بيقولوا وعندهم أطفال، وهذا لا يعني إنه أطفالهم رح يطلعوا جاي، لا ما له أي علاقة. لأنه التصور إنه أنت بتربي أطفالك بيطلعوا مثلك، اللي هو الجنسية حتى ما إلى علاقة بالأهل. ما أنا أهلي مغيرين، أبي مغاير وأمي مغايرة، بس أنا مثلي. هل في حد من أسرتي كان مثلي؟ الشيء الوحيد اللي بعرفه إنه هي جينات ما إلها علاقة. فيا بموضوع الأسرة هو حساس كتير للمثليين، لأنه بيعتبر الهدف الأعلى لإلهم، لأنه بيمثل الاستقرار، بيمثل الأمان، بيمثل أشياء كتير حلوة بالحياة. طيب شيء على وقت حدثينا عن مشاهير المثليين العرب، إذا سمحتي تفضلي. طيب مشاهير المثليين العرب، أنا عملت فيديو على فكرة بس من 3 أيام نزلته على القناة تبعي، حكيت فيه عن مشاهير الترانس جندر، يعني متحولين من ذكر لأنثى أو من أنثى لذكر، ومشاهير المثليين العرب. بما أنه عم نحكي بس عن المثليين اليوم، فمشاهير المثليين العرب في حامد سينو اللي هو المغني الرئيسي في فرقة مشروع ليلى اللبناني، إنسان راقي كتير، محترم، ناجح، عنده كاريزما وحضور ونشط كمان في الدفاع عن حقوق الأقليات والمثليين، وعنده يعني جمهور كتير كبير في معظم الدول العربية بشكل خاص في لبنان، وجمهوره مش بس المثليين، وجمهوره مغايرين كمان، لأنه إنسان بيقدم رسالة وفن وإنسان محترم جدا. الشخص الثاني هو الكاتب المغربي عبد الله الطايع. عبد الله الطايع هو كاتب وشخص أنا بحيي جرأته وبحيي شجاعته، لأنه يعني هو من الناس القليلين اللي طلع من الخزانة وقال لأمه، قال لأهله لما كان بالمغرب حتى قبل ما يسافر على فرنسا، وعمل فيلم بيزد على سيرته الذاتية، حكى فيه عن المثلية، حكى فيه عن المجتمع المغربي، على استغلال المثليين وقت يكونوا صغار، على الهوموفوبيا. إنسان كتير كتير محترم، وأنا شخصياً بتمنى أنه في يوم من الأيام بتواصل معه بشكل شخصي. الشخصية الثالثة يمكن ما إلها كتير علاقة بالعالم العربي، بس هو حفيد الفنان عمر شريف، عمر شريف جونيور. هو مولود وعايش في كندا، وحالياً عايش ما بين أمريكا وكندا، ناشط بمنظمة جليد بيدافع عن حقوق المثليين. He came out، قالها علني، أنا حتى قبل ما يموت جده الفنان عمر الشريف. وكمان يعني كل احترام لإله، لأنه أنا تواصلت معه على تويتر والحقيقة رد عليه، وكان إنسان جداً متواضع، وقال لي إذا في أي شيء بقدر أعمله أنا حاضر. فهدول هني المشاهير المثليين العرب حالياً. هلأ هل في غيرهم؟ في غيرهم كتير في كل المجالات، بس أنا ما بقدر أسمي أسماء حتى ولو كنت أنا بعرفهم بشكل شخصي. هني ما قالوا، لأنه أنا إذا قلت أسامي ممكن هيدا عرضهم لخطر. يعني في ناس ممكن تستغل الموضوع بشكل سيء، أنت فاهم طبعاً. بكل تأكيد، يعني في كثير منهم وبيخفوا هويتهم الجنسية، يعني للأسف خوفا من المجتمع الهمجي للأسف. طب أختي، حدثينا عن النشطاء العرب في مجال الدفاع عن حقوق المثليين، يعني التحديات والمخاطر اللي بواجهوها، تفضلي. النشطاء مجال الدفاع عن حقوق المثليين بالعالم العربي موجودين في كل الدول العربية، حتى الدول اللي انت ممكن ما تتخيلها. يعني انا اكتشفت اصدقاء مثليين نشطاء من اليمن، هالبلد اللي حاليا بيتعرض طبعا لحرب وفي جو من اللا امن واللا استقرار الغريب. يعني فالنشطاء موجودين على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي. نشكر الغرب الكافر الملحد الصهيوني اللي عمل لنا كل تكنولوجيا اللي قاعدين هلا عم نستغلها لحتى ننشر الرذيلة والإثم طبعا بين قوسين، لأنه بيعتبروا أنه
الإلحاد والمثلية وكل الأقليات ما عندهم أخلاق وما بيسووا حتى الواحد يصنفهم كبشر، واللي طبعا التكنولوجيا اللي المسلمين اللطاف بيستعملوها لحتى يشتمونا ويضطهدونا إلى غير ذلك. فالنشاط بيتم على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، في كثير مواقع لجمعيات و يعني في حسب الدول، في ميم الأردن، في براود لبنان، في أصوات الفلسطينية، في في لؤلؤة اللي هي خاصة بالمسلمين في الجزائر، في تونس كمان، المغرب طبعا، في مجلة وموقع أقليات. تحياتي لطارق وهاجر اللي بينشطوا فيه بشكل كثير كبير، فموجودين طبعا على مستوى الانترنت. على مستوى ارض الواقع في جمعيات بلبنان، لبنان يعتبر اكثر بلد في اريحيه للمسلمين. جورج قزي بعتقد انه عمل جمعيه ادت دور كثير كبير لمساعده وتوعيه المسلمين والدفاع عن حقوقهم، لانه الحكومه كل ما بيوجعها راسها بتروح تلم شوية مثليين وتعمل ضجة إعلامية وفحوصات شرجية ويلا خدوا. شفتوا هاي الحكومة مشغولة قاعدة عم بتلم الرذيلة كل الدول، في الأردن، في مصر، في كل الدول. طبعاً هي تغطية على الخيبة تبع الحكومات اللي مش عارفة تسير البلدان واللي قاعدة عم تسرق الشعب. بس النشاط موجود. النشاط هيدا شو هي نتائجه؟ نتائجه انه المثليين الجداد الصغار، الجيل الجديد من الاقليات الجنسيه هيدي، عم يطلعوا طبعا ما بيلاقوا معلومات في الاسره ولا في وسائل الاعلام على التلفزيون انها بتقدم الصوره النمطيه الغلط. عم بيلاقوا هالمواقع اللي بتعطيهم معلومات صح عن هويتهم، بتخليهم مجال يحكوا عن مخاوفهم، شكوكهم، عن القلق، عن التعب النفسي، عن الإحساس بالذنب. لأنه المثليين مش كلهم لا دينيين أو ملحدين، في مثليين متدينين، في مثليين مسلمين، في مسيحيين، في يهود إلى غير ذلك. فهالمواقع لها كتير أثر إيجابي في أنه تخليهم يتصالحوا مع هويتهم. الهدف الكبير بقى هو المجتمع، انه نوقف العنف، نوقف الكراهيه، نوقف الهوموفوبيا. وطبعا الهدف الثاني هو انه القوانين تتغير لمصلحه المثليين. مش احنا عم بنطالب باي شيء في المرحله هذه غير انه تجريم المثليه، يعني اعتبار انه المثليه جريمه تدخل عليها سجن 3 سنين او 5 سنين وتدفع غرامه او تعدم. هذه لازم تتلغى. هذه يعني انا ما بشوف انه ما في فرق بين هذا القانون وبين قانون يبيح بيع وشراء السبايا والسبايا أثناء الحروب، لأنه أنت قاعد عم تعمل قانون على أساس ديني، لأنه الدين حرم المثلية، قاعد أنت عم بتحرمها وبتجرمها في القانون. ليش ما بتاخد بعين الاعتبار الدراسات العلمية مثل ما أخذتوا يعني ميثاق حقوق الإنسان فيما يتعلق بالعبيد والسبايا، رغم أنه مباح وعنده تشريعاته في الإسلام إلى غير ذلك. ويا فالتحديات كبيرة كتير، لأنه دائماً بيتعرضوا لضغوطات من أوقات بيتعملهم كمائن، عرفت؟ يعني جد هيدا تتواصل مع شخص على أساس أنه مثلي، بتروح تقابله على أرض الواقع بيطلع كمين للشرطة، بيقبضوا عليه وبيضغطوا عليه لحتى يجيب أسامي مثليين تانيين، بيفوتون على السجن وبتصير فضيحة وقضية طبعا للشباب، وصارت في عدة دول كمان. أنا شخصيا بواصل النشاط، عندي قناة على اليوتيوب، بتمنى من كل الناس اللي عم بتشوف الحلقة تشوفها وتعمل اشتراك إذا بدهم يفهموا أكثر عن موضوع المثلية. أنا بحاول أقدم رسالة إيجابية، ما بحاول إنه I victimize المثليين، لأ، أنا بدي رسالة إيجابية لحتى المثليين نفسهم يشوفوا نفسهم بطريقة منيحة. فهذا بالنسبة لموضوع النشاط. طيب أختي، يعني نحن أظن استوفينا شوية موضوع جزء المثلية الجنسية، هو موضوع بصراحة يعني
يراد له حلقات، يعني موضوع عميق. بس نحن باختصار للوقت ومشان ما نطول الحلقة كمان كتير، يعني مشان ما تكون مملة، شو رأيك نرجع للإلحاد؟ تفضل. بس خلينا أطالع صورتي لل على الشاشة عشان ما انت شيء كشيء انت حاولتي تعلني إلحادك من قبل؟ بالنسبة على مستوى الأصدقاء، أصدقائي بيعرفوا هالشيء، بيعرفوا إنه أنا لا ديني، يعني وقت يحكوا معي مثلا بمسألة الدين بقول لهم أنا ما بقدر أحكي معكم من هالزاوية هيدي، لأنه أنا ما بآمن بالأديان، وإنه أنا تصوري عن الكون وعن الحياة كذا كذا، يعني ما بآمن بأي إله، إلهكم هيدا اللي اسمه الله عند المسلمين، يسوع عند المسيحيين، وكريشنا عند الهندوس وغيره من الديانات، انا ما بآمن فيه، انا عندي تصور معين. اصدقائي بيعرفوا قبل هيك، ما حاولت انه يعني اعلنها بشكل علني، لانه ما كنت بعرف قديش الموضوع ممكن يكون له ضروره او يكون له اثر على الاخر. بس لما شفت صفحه الجهر بالالحاد لمن استطاع اليه سبيلا، وشفت الصور وشفت الناس والأسماء، قلت الله، ما أنا كمان أعمل هيك. وبعدين تواصلت معي جان وشجعتني، مرسي كتير لإلك، يعني كانت فضل تشجيعك يعني. وحالياً حاسة إنه يعني عرفت كان في قيود شوي، خلصت من الأغلال هيدي، والناس صاروا بيعرفوا أنا مين، شو خلفيتي، مثلية لا دينية، من أصل عربي عايشة بأمريكا، شو ناقص شيء ما حكيت عنه ما بعرف. يعني أنا أشكرك على قبول دعوتنا أختي شي، يعني بصراحة أنا أشجع كل الملحدين اللادينيين، طلعوا يا ناس يا هو، طلعوا اجهروا اجهروا، خلوا صوتنا يصل للعلالي، خلي نحن موجودين، وصدقوني صدقوني نحن الأغلبية، بس نحن الخوف اللي ورطونا اياه خلانا نحس انه نحن اقليه، بالعكس نحن الاغلبيه، والايام السنين الجايه راح تورجينا على ارض الواقع مين نحن، ونحن قوتنا كبيره، بس بدنا نحن لازم نامن بقوتنا، نحن لازم نطلع، نحن لازم نظهر ونقول. اختي شي، برايك شو اهميه الاجهار بالالحاد؟ تفضلي. الإجهار بالإلحاد أهميته أول شيء بالنسبة للشخص الملحد نفسه أو للشخص اللا ديني نفسه، إنه حاجز الخوف ما بقى موجود. يعني أنا متصالح مع نفسي، عقلي هيك، هذه هي الأشياء اللي أنا بآمن فيها، بحطها قدام الناس كحقيقة، لحتى وقت يجوا يسألوني بيحطوا في اعتبارهم إنه أنا شخص كذا، أنا شخص مني ما بآمن إنه حواء وآدم نزلوا من الجنة على الأرض، أنا ما بآمن إنه هم أصل الحياة، أنا عندي حقائق تانية علمية محطوطة قدامي. الأهمية التانية بتكمن في إنك أنت من خلال هالشيء هيدا قاعد عم بتقدم رسالة لغيرك، لغيرك من الناس اللي لسه حتى عندهم شك، لسه قاعدين عم بيفكروا، بدهم نموذج، بدهم يعني شوف، أنا بدي أقول لك، لما أنا اكتشفت مثليتي كنت بفتش، طب هل هيدا طبيعي؟ هل في ناس تانيين مثلي؟ أنا لو كنت شفت صورة شخص واحد بس أو فيديو لشخص واحد بيقول إنه أنا مثلي وإنه هيدا شيء طبيعي، كان رح يعني بيأثر على حياتي 360 درجة، يعني بشكل عميق كتير. رحلة البحث استمرت سنوات لحتى قدرت أوصل لهالمعلومة هيدي. نفس الشيء بالنسبة لأي أقلية تانية، الملحد، المشكك، الناس اللي مش مقتنعة بالدين، الناس اللي عندها شك في آيات معينة، الناس اللي عندها شك بالشخصية المحمدية، عندها شك بيسوع، لازم تعرف إنه في ناس مثلهم مروا بهالمراحل كلها ووصلوا لحقائق معينة، إنه هذه كلها خرافات ووهم وخوف بيلبسونا إياه لحتى نمشي على طريق معين أو على نظام معين أو على قيم معينة. فالصفحة مثل الجهر بالإلحاد وصفحات
الحادية ولادينية كتير موجودة على النت. أنا يعني شابو لإلهم، غير إنه الموضوع شجاعة كبيرة، لإنه أنت وقت تحكي عن اسمك وبلدك وهيك عم بتعرض نفسك لخطر مباشر. أنت عارف إذا خلقت مسلم لازم تموت مسلم، وإلا فإنك راح تموت، يعني في كل الحالات ميت ميت. اللي هو حد الردة طبعاً، واللي هو طبعا من الناحيه الدينيه اي مسلم بيقدر ينفذه ضد اي شخص بيعتبره كافر. وبعدين بيجوا يحكوا لك عن القيم الاخلاقيه الى غير ذلك، ويقول لك الاسلام هو دين التسامح والرحمه، ويغنوا لك غنيه نحن لطفاء ونحن نحن الافضل. فالى اهميه كبيره كثير جنب الالحاد. طبعا اكيد يعني الاسلام خصوصي المسلمين يعني يتغنون بالاخلاق، والاخلاق للاسف يعني بعيد عنهم اميال 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 طويله للاسف. طب اختي مش برايك، اذا شو بتقولي للمترددين القادرين انه يعلنوا اجهار يعلنوا الحادهم بس مترددين، يعني بيقول لك خايف على مشاعر فلان وعلان وهالحكي هذا، انه مشان ما يجرح مشاعر مثلا اخوته ولا اصدقائه، ولا يعني مترددين هن قادرين بدون اي خسائر حتى، يعني تفضل. وانا بعتقد انه التردد اوقات بيكون صحي، لانك لما تتردد فتره طويله وبعدين بتعمل الشغله، يعني كميه الراحه اللي بتحس بها غير طبيعيه. بس رسالتي لكل شخص خايف أو متردد إنه يحكي عن هويته أو عن إلحاد وعن معتقد وعن فكره، إنه خلي التردد على جنب، أتفرج وشوف على كمية الأشخاص المعروفين وغير المعروفين اللي حكيوا عن حالهم من هالناحية. ما حدا بيقدر يمسك أنت كإنسان، ما حدا بيقدر يحملك مسؤولية انه جرحت مشاعره. المشكلة مش فيك انت، المشكلة فيهم هن، لانه قيم المجتمع العربي قيم جماعية مش قيم فردية. لسه ما في مستوى وعي انه كل انسان حر بخصوصية فكره، بخصوصية هويته، بخصوصية شخصيته وحياته. يعني كون انه انت ابنك ملحد وانت امام جامع، شو راح يأثر عليك؟ راح يأثر على صورتك اللي انت خايف عليها. مشكلتك انت مش مشكلة ابنك. ابنك مش قاعد لما يقول انه ملحد راح ينزل بعصاية في الشارع ويضرب في الناس، لا، ما له علاقة. وبعتقد انه كل شيء بيتم بهدوء، انه اشرح وجهة نظرك لأهلك او لأصدقائك. اذا تقبلوا اوكي، اذا ما تقبلوا كمان اوكي، لأنك أنت رأي الناس مشكلتهم هني مش مشكلتك أنت. ويا كل متصالح مع فكرك بالضبط. طيب أختي، شو كيف بتشوفي مستقبل الملحدين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، العالم الإسلامي عموما، يعني للسنوات اللي خلينا نقول 10 ل20 القادمة؟ تفضل. والله أنا شايفة إنه بما إنه جودي فوستر ملحدة فإنه العالم رح يكون بخير، لأنه anyway أنا عم بمزح، لأنه هي الممثلة المفضلة عندي وهي إنسانة ملحدة ومثلية كمان. مستقبل الملحدين أنا متفائلة كثير لإله، لأنه هن الملحدين تزايد يوم عن يوم، كل يوم تكتشف إنه في أشخاص مروا بنفس المراحل اللي أنت مريت فيها وقت كان عندك شك، وقت كان عندك عدم يقين بالدين، وانت بمساعدتك المباشرة وغير المباشرة من خلال الصفحة مثلا قدرت انك تخليهم يوثقوا 100% من الشيء اللي هم بيفكروا فيه. هلا عم يتكاسروا، عم يكسروا، عم يحكوا عن تفكيرهم، عم يحكوا عن معتقدهم، عم يتخلصوا من الخوف. بعتقد انه مستقبل الملحدين راح يكون ممتاز في السنوات الجايه. اتمنى بس انه يكون في قناه فضائيه. بعتقد انه اسماعيل بلش شيء مثل هيك مع مجموعه من الملحدين في مصر.
اعملوا قنوات على اليوتيوب، احكوا عن حالكم، راح يأثر على حياتكم بشكل إيجابي 100%. ما تخافوا من أي شيء. أكيد أكيد، يعني القناة الزكرتية هي قناة العقل الحر، تلفزيون العقل الحر، وهي على الإنترنت، وأكيد صحيح. يعني قريبا راح تكون فضائية، يعني نحن متأكدين. وكل ملحد، يعني هي صوت لكل ملحد بصراحة. يعني وأنا أحيي أصدقائنا القائمين على القناة، خلدون الغانمي والأخ أحمد حرقان والأخ إسماعيل محمد، يعني نحييهم ونشجعهم، أيمن رمزي ومجموعة أصدقاء غيرهم، يعني أحييهم. وبالفعل يعني يعملون شيء يعني مميز مميز إلى أبعد الحدود. طيب أختي، نحن وصلنا لآخر الحلقة، تمام. يعني توجهية للملحدين المثليين، جمهور البرنامج عموما، تفضلي. أول شيء أنا مبسوطة إنه الصوت طالع وإنه صورتنا طالعة، إنه الناس شايفيننا وسامعيننا، هذا الشيء ممتاز مقارنة بالحلقة السابقة يعني، للأسف اللي أنا بعتذر عنها مرة ثانية إنه كان في مشاكل تقنية وهيك. رسالتي لكل حدا، أول شيء شكراً على متابعتكم، شكراً إنه عم بتشوفوا. خليكم دائما ايجابيين، ما تخافوا من اي شيء، ما تخاف ما تخاف ما تخاف، الخوف هو اكثر شيء بيخليك تأذي نفسك انت داخليا، بيخليك تمرض، بيخليك يجيك قولون عصبي، بيخليك يجيك صداع، يجيك ضغط، سكر، الى غير ذلك. ما تخسر نفسك على حساب انك ترضي الاخرين ابدا، خليك دايما على طبيعتك. المثليين بدي اقول لهم انه انتم هلا اكثر ناس محظوظين، لانه في كثير مشاهير في العالم عم يدعمونا، عم يطلعوا يحكوا عن هويتهم. القوانين عم بتغير في الدول الاوروبيه وامريكا وكندا، وحتى دول امريكا الجنوبيه هلا كلها بتدعم حقوق وزواج المثليين 100%. احنا كنا عم نشتغل لحتى الامور تتغير بالشرق الاوسط، إذا ما في مجال تتغير هذا كمان ما بيمنعكم أن تكونوا على طبيعتكم، بس حافظوا على سلامتكم الشخصية، هذا أهم شيء. محافظة على سلامتكم الشخصية هو نفس الشيء بالنسبة للملحدين، ما بيعني أنه أنت ما بتحكي عنه. هلأ في مجالات كثير على الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، في مجموعات متاحة، ادخلوا احكوا، اطرحوا أسئلة، ناقشوا بعض. إذا خايفين من شيء كمان احكوا عنه، إذا حدا عم بيهددكم قولوا الاسم، افضحوه، ما تخلوه هو يفضحكم. يا ريت يعني تنشروا الصور، محادثات. بدنا نحاول انه الاقليات سواء الملحدين او المسلمين كلهم يحصلوا حقوقهم ويصيروا عايشين بامان، ما بدنا اكثر من هيك. احنا ما بدنا الكل يصير مثلي، ما بدنا الكل يصير ملحد، لا، محترمين كل حدا بحدود انه ما قاعد عم ياذي غيره. هذه هي رسالة. شكرا كثير اختي الشاي، شكرا لحضورك معنا، ويعني نتمنى نستضيفك بحلقات جاية. أعزائي المشاهدين، وصلنا لآخر الحلقة، ونتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة وتكون حلقة مفيدة لأصدقائنا. وبرجع بكرر وشجع كل من يريد أن يجهر بإلحاده، يعني البرنامج لكم، يعني لصوت للملحدين. يعني أنا مستعد ومصمم أنه أعمل كل يوم حلقة بصراحة، يعني وأي ملحد يريد أن يجهر سأضعه في عيني، يعني أهلا وسهلا في أي لحظة اتصل فيني، طبعا على الفيسبوك وهون على اليوتيوب، بأي وسيلة ممكنة، يعني ما في مشكلة. أختي شاي، شكرا كثير لك، وأكيد راح نستضيفك في حلقات قادمة يعني على المدى القريب. تفضلي. شكرا لك. شكرا شكرا لك. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم، إلى اللقاء في حلقة قادمة أكيد ستكون غدا. شكرا.